هات عمر نعرف رأيه في الماتش. تعال يا عمر، تعال يا عمر قول لهم رأيك في الماتش، تعال يا عمر قول لهم رأيك في الماتش عشان الراجل الطيب ده كلمتينه بس. يلا تعال. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. هم هيبقوا ماتشين صعبين، ودي حاجه احنا متفقين عليها، على الاهلي وعلى الزمالك. ليه؟ اتنين مدربين جداد، ولا واحد لسه حط فيهم ولا واحد حط ايده في الفرقه، لسه بيتعرفوا على. ممكن باتشيكو عنده شويه عشان الناس تشوف، ممكن باتشيكو عنده الكفه شويه لانه كان مرن الزمالك، بس ما اظنش ان هو لحق اي لعيبه من الجداد دول. هو كان ممكن تحت ايده كان يبقى حازم امام او جنش حاجه، ممكن الاثنين دول بس هم اللي يكون يعرفهم. ماتشين صعبين. وفي افضليه الرجاء ان هو لسه حاسم الدوري في الجوله الاخيره، في الدقيقه الاخيره من الوداد، فممكن ده يبقى حافز للرجاء ان هو يكمل، انه يفنش الموسم بشكل حلو. وممكن تبقى دافع للوداد ان هو يكمل على الاهلي، وان هو عايز مش عايز يطلع موسم صفري. وممكن تبقى قتل معنويات خالص. يعني اظن ان لو الاهلي كسب في المغرب خلاص الامور بشكل كبير. موسيماني متفائل بيه مع النادي الاهلي؟ صراحة، بس عندي حاجة ان موسيماني بيحتاج وقت عشان يطبق مع الفرق. هو قاعد مع صن داونز 7 سنين، وصن داونز كانت لسه فرقة صغيرة. هو اصلا كان جاي عشان يمنحهم من الهبوط، عمل بقى صن داونز المرعب ده اللي احنا شفناه طبعا. فهو بيحتاج وقت، هو قاعد مع صن داونز 7 سنين عشان نشوف في الاخر البروجكت اللي هو عمله ده. فانا شايف ان ما نستعجلش عليه، حتى لو خرج من افريقيا الراجل لسه جاي بقاله اسبوعين، يعني مش ما خدش وقت خالص في الفرقه، لا حتى عمل ترانسفيرز وعايزه، ما جابش لسه انتقالات، ما باعش لعيبه، هو لسه ما حطش ايده في الفرقه. واحد بيقول لك شعرك طويل يا عمر. فلو خرج ما نعاتبوش، ولو طبعا عرف يتاهل هيبقى ماتش صعب جدا طبعا. لو اتاهل ما نعملش حاجه غير ان احنا نسقفه. توقعاتك ايه للزمالك يا عمر؟ مع باتشيكو في ظل انها فرقه منسجمه وقويه وتقيله، الزمالك يعدي، وتظهر في وقت الشده يعدي، الزمالك يعدي ان شاء الله، يعدي باذن الله، وان شاء الله الاهلي يعدي، ودمتم في امان الله. السلام عليكم.